هذه الأرزالة سويناها حق الزراعة المائية، وهذه أول تجربة لنا في الزراعة المائية الخارجية بطريقة كراتكي 30 درام 10 في كل صف، وتتنوع بين طماط 5 أنواع، كل نوع 2 ما شاء الله قاعدين يكبرون تمام. هني الفلفل نوعين، تباسكو والكاين، بعدين نوعين بيديان، اوديسي وبلاك بيوتي، بعدين عندنا بامية نوعين الأحمر والأخضر، وبعدين الكوسة نوعين الأصفر والأخضر الغامج. طبعا كله غلفنا الدرامات في القصدير لحفظ الحرارة ومنع الضوء انه يدخش داخل على اساس لا يصير فيه طحالب، والحمد لله رب العالمين الامور ماشيه تمام. طبعا الارضيه كلها جريتنج حديد عشان اذا اي وسخ ينزل تحت، والسقف كله اللي هو البولي كاربونيت مقاوم الحرارة، والجوانب بعد على ارتفاع 1.20 متر عشان يصد الهواء شوي، والحمد لله الأمور لحد الآن طيبة. وهذا منظر عام